عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم أمس قادما من المملكة المغربية الشقيقة بعد زيارة خاصة وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال